قاعدة يعني مسلمة، أنا حينما أتصدق أو أكون كريما أو أكون جوادا، اعلم في هذه اللحظة حينما أجاهد النفس، أصل الكرم يحتاج أنك تجاهد نفسك، قاعد في البيت وجاي لك ناس وجاي لك ضيوف وكلام من ده، كن كريم على قدر الاستطاعة، بس كن كريم. الضيف اللي جاي لك ده مش محتاج يشوف ان انت يعني، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنق، انت عزمت حد، كن كريم مع الخلق، واعلم بان البركة ستأتي اذا كانت خالصة لوجه الله. لان البركة العلماء لما عرفوا قال لك هي ثبوت الخير الالهي في الشيء، ثبوت الخير الالهي في الشيء. يعني انا اعمل مثلا عزومة لله، او اعمل حاجة واطلعها صدقة، خلي النية لله مش للتفاخر، والله ربنا يبارك فيه. واحد عامل فرح وهيعمل ذبيحة على سبيل المثال، أضرب أمثلة بقى للواقع، عامل فرح وهيعمل غدا ويأكل الناس، خليها لله. والله ووالله تبارك وتعالى جربتها بنفسي وأعلمها، ووالله ما كانت لله إلا وفقه الله، وإلا كانت البركة فيها وكان الستر فيها. خلي بالك قاعدة واحدة كده، ربنا هيسترك، بس خليها لله دايما، خلي كل حاجة لله، مش عشان خاطر سين أو صاد أو عين أو الناس تقول عليا أن أنا راجل كريم وأن أنا راجل، لا لا لا، ليكش دعوة بالناس، أصل إن الناس لا يعطون الناس شيئا. الناس هترضى عنك مرة واتنين؟ لا. طب وبعدين؟ اذهب إلى الخلق يوم القيامة، قالوا عنك كريم، اذهب إلى الخلق فخذ منه وانتظر الجزاء منه. فما كان الأمر خالصا لله بارك الله فيه. طيب واحد عازم أصحابه وزميله، كن كريم. أنا قاعد بأكل في الغداء أو في العشاء مع أولادي، وحد غبط علي، ضيف هل علي على غير العاد، سيب كل حاجة زي ما هي وأهلا وسهلا ويتفضل، والموجود يأكل منه، مش داري شيل اعمل كذا وهكذا بقى. طب لما انت تعمل قدام مراتك كده واولادك كده، طب ما يطلع الابن كده، ما تطلبش من ابنك فيما بعد اما تروح له انت كاب بقى ان يكون كريم معاك؟ اصل انت ما غرستش دي فيه، انت ما غرستش دي فيه. طب انت جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اخرج الشيخان ان امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الشريفه العفيفه في يوم من الايام ذبحت شاه، فقامت بتفرقه هذه الشاه، أخذت توزع هذه الشاة بتوزعتها، ولم تقي إلا الكتف، لأن سيدنا النبي كان بيحب يأكل من الكتف صلى الله عليه وسلم. فلما جه الحبيب عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة، شوف بقى سيدنا النبي علم أهو، يا عائشة ما بقي؟ قالت يا رسول الله لم يبق إلا الكتف. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بقيت كلها غير كتفها، ده كلها بقت إلا الكتف، يعني كان عاوز يتوزع كمان الكتف معاه. يا ما أعظم الحبيب وما أعظم الصفات الجميلة والأخلاق العظيمة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فغرس الكرم في ستنا وأمنا عائشة، خلي بالك غرس الكرم، فيطلع البيت ناشئ على كده، وينشأ، شوف الشعر بيقول لك وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فيه. ولادك ابنك وانت واخده كده، طب يا مولانا عاوز اعلم ابني، وانت حضرتك ربنا كرمك كده وهتوزع مثلا صدقه لله او هتخلق حاجه او هتوزع الزكاه بتاعتك، خد ابنك الصغير ولا بنتك معاك، ومثلا انت راح تدي الحازم على سبيل المثال، خلي ابنك الصغير يديله، يبقى انت بتعلمه درس عملي، يبقى على طول هتلاقي ايده بتدي لوحده، على طول هتلاقي ايده بتدي لوحده، لان اتعود من صغره يشوف ابوه يخرج بيدي، بيكون كريم، كريم في بيته، كريم في معاملاته، كريم في اخلاقه. ما هو الكرم مش شرط يكون الكرم بس الاكل والشرب والطعام، لا، الكرم كرم اخلاق وكرم صفات وكرم افعال. خلي بالك سيدنا النبي كان كريما في بيته صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، حتى الرجل درجاءه عربي، وأخذ ينظر يمنة ويسرى
فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعبي على من لا زاد عنده. وهذا الرجل الذي جاء ضيفا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل الحبيب إلى بيتي، ما عندنا إلا الماء والتمر، أو ما عندنا في يعني في بيتنا شيء. أرسل الحبيب إلى بيوتي أمهات المؤمنين، ما عندنا شيء. قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. والرجل ده كان عنده إيه؟ أكل ولاده بس. فذهب به إلى بيته، قال لزوجتي: أعد الطعام. قالت: ما عندنا إلا طعام الأولاد، طب هنعمل إيه؟ قالت: ده ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة، قال الرجل لزوجته: إذا أحضرت الطعام فضع المصباح أو السرج ثم أطفئيه، ثم نصنع بأيدينا كأننا نأكل، يعني هنعمل إحنا بنأكل معاه وإحنا بنأكلش. فلما يعني أشرق الصبح وظهرت الأنوار وطلعت الشمس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر بابتسامة إلى هذا الرجل وقال: ماذا فعلت بالأمس؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: لقد عجب الله من صنيعكما، أو تعجب الله من صنيعكما، أو أحب الله ما فعلتموه أو صنيعكما. شوف كل الكلام ده، الشاهد عندي إن الإنسان يكون كريم في أخلاقه، في طباعه، في صفاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع زوجته، مع أبوه، مع أمه، مع أخواته. ولا تخف من الفقر، ولا تخشى من الفقر، ولا تخشى من عداوة معتدي. أتدري لماذا؟ لأن العطاء بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأشعريين: أنا منهم وهم مني. ليه؟ ده حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قال: إذا دخلوا غزوة من الغزوات وقل الطعام والشراب معه، افترشوا الأرض، يعني وضعوا قطعة من القماش، وأتى كل واحد بما عنده، اللي عنده بيجيبه، ووضعوه ثم تقاسموه بينهما، فهم مني وأنا منهم. يا الله، فهم مني وأنا منهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الحبيب، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حضرة الحبيب كان أجود الناس، كان أجود من الريح المرسلة، كان أكرم الخلق إفضالا وإحسانا، أتى العباد وقد ضلت مسالكهم، فأوضح الحق تبيانا وبرهانا، وبين الدين بالتذكير مجتهدا، وأظهر الشرع أحكاما وقرآنا، وأنقذ الخلق من نار السموم لظى، وأورد الناس جنات ورضوانا. لا تبغ طيبا إذا ما أنت ذاكره، ولا ترد بعده روحا وريحانا، فالحمد لله إذ كنا له تبعا، لقد تفضل بالخيرات مولانا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كن محمديا في صفاتك وفي أخلاقك وفي أفعالك وفي حركاتك وفي سكناتك، كن كسيدنا رسول الله متشبها. أي نعم، ومن منا سيكون كسيدنا رسول الله، ومن منا سيكون كسيدنا رسول الله، لكن أنا أريد أن أتشبه، أقتدي. ألم يقل ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كن كسيدنا صلى الله على حضرته وآله.
في أوصافك وفي أفعالك وفي كل شيء. ولذلك الذي يقتدي بهذه الأفعال وبهذه الصفات الله سبحانه وتعالى يحبه. والله البخيل، خلي بالك، الكريم يحبه أولاده ويحبه الخلق ويحبه الله قبل كل شيء، والبخيل يكره أولاده بل وأعداؤه. انت عارف الكريم أعداؤه يحبوه أصله كريم، إنما البخيل أعداء أولاده نفسه أصلا. إن من الناس ناسا يبخلون على أنفسهم، والله في الدواء، والله في الغذاء، والله في الكساء، والله في المسكن، في كل شيء بخيل على نفسه، بخيل. وهذا الأمر لا يحبه الله، لا يحبه الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك ما وجد الكرم والجود والعطاء والسخاء في عبد أو في إنسان إلا كان محبوبا من الله ومن خلق الله، وكانت سيرته تسري عبر الزمان وفي مسمع الزمان. ولذلك الناس يقولون عن رحم الله فلانا كان كريما. والله أنا أعلم إن من الناس ناسا والله يعني باعوا الأرض وباعوا ما يملكون من أجل الكرم، ووالله وتالله وبالله الله سبحانه وتعالى جعل البركة في أولادهم حتى تعجب الخلق مما صنعه الله لهم. يعني خلاصة القول كده، والله هو باع كل اللي عنده عشان يكون كريم مع الله ومع خلق الله، فربنا يبارك في أولاده فبقوا من الأثرياء والأغنياء. وكان أبوهما صالحا، فخلاصة القول كما قال ربنا في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، وخلاصة القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، هكذا هي أخلاق النبي، أو هذه هي أخلاق النبي، وهذه هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصدق الله إذ يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم.